فينا النادي الاهلي ما وحشوش. بسم الله الرحمن الرحيم، قبل ما اقول اي حاجه ما تنساش تصلي على النبي وما تنساش تعمل لايك واكسبلور ومتابعه علشان نوصل لاكبر عدد. طبعا كلنا النادي الاهلي وحشنا، وده بسبب التوقف الدولي. التوقف الدولي اللي بتلاقي فيه توقف بتاع 20 يوم ما بنتفرجش فيهم الا غير على مباراتين فقط لا غير. على العكس في الايام التانية بتلاقي كميه ماتشات مهوله، الدوري المصري والدوري الانجليزي والدوري الاسباني وغيرهم، وطبعا اهمهم النادي الاهلي. انا كمشجع للنادي الاهلي، النادي الاهلي وحشني جدا جدا جدا، ومستني المباراه القادمه للنادي الاهلي اللي هي يوم 25/11 في دوري ابطال افريقيا. تعال اقول لك بقى معلومتين بساط عن النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، عشان لما نقول لك النادي الاهلي كبير افريقيا وغول افريقيا محدش يتكلم. النادي الاهلي حصل على بطوله افريقيا 11 مره، الانديه المغربيه حصلت على دوري ابطال افريقيا 7 مرات، والانديه التونسيه حصلت على دوري ابطال افريقيا 6 مرات، كمان انديه الكونغو حصلت على دوري ابطال افريقيا 6 مرات، وباقي انديه الدوري المصري حصلت على دوري ابطال افريقيا 6 مرات. فلما اقول لك النادي الاهلي كبير افريقيا وغول افريقيا محدش يطلع يتكلم ويقول لك لا ده الزمالك هو بطل افريقيا. ازاي يا حبيبي اذا كان باقي انديه مصر حصلت عليها 6 مرات والنادي الاهلي حصل عليها 11 مره؟ بس كده يلا.